ما زال تحت ختم سرية إلى غاية صدور في الجريدة الرسمية للمرسوم التنفيذي الخاص بمنح الرخص. وينتظر كذلك الجزائريون إطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال مطلع ديسمبر المقبل، غير أن هذه التكنولوجيا تفرض تغيير بعض أنواع الهواتف النقالة من أجل مواكبة هذا الزخم التكنولوجي. ورقع في الموضوع لزميل هشام شريف. بعد أن أعلنت سلطة الضبط إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في الفاتح من ديسمبر المقبل، تجرى الاستعدادات لتغيير أنواع الهاتف النقال حتى تتكيف مع هذه الخدمة. الجيل الثالث الشيء اللي يعطيه زيادة هي السرعة في الربط بشبكة الإنترنت، السرعة تكون توازي أو أحسن من السرعة اللي يعطيها لا دي اس ال، وهذه تسمح له أنه يستفيد من الخدمات الإلكترونية اللي راح تكون متوفرة في المستقبل القريب. يعني الجيل الثالث تقنية تسمح باستخدام عدة برامج متطورة كالحصول على الإنترنت بخدمة بث سريع، كما يجب على الهاتف أن يكون مزودا ببرامج خاصة بالفيديوهات وأخرى تمكن المستعمل لدخول الشبكات الاجتماعية، كما تمكن هذه الخدمة من إجراء مكالمات مرئية عن طريق سكايب ومشاهدة البث الحي للقنوات التلفزيونية التي تتوفر على هذه الخدمة. أنا قلت منذ سنوات أن الثورة الرقمية في الجزائر راح تكون عن طريق الجوال، والجيل الثالث الربط بالجيل الثالث راح يسمح لنا باش نتجاوزوا هذا الحاجز هذا وننطلق مباشرة في تصميم المضامين والمحتويات باش ندخل فيما يسمى مجتمع المعلومات. خدمة الجيل الثالث يجب أن تتماشى مع خدمات الجيل الثاني حسب الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل منح المواطنين إمكانية الاستفادة من طرق الاتصالات القديمة. ويبقى الشرط الأساسي للاستفادة من هذه الخدمة هو امتلاك هاتف نقال يتحمل الخدمات التي تقدمها شبكة الجيل الثالث، حيث يتحول الهاتف إلى أكثر من نقال ليصبح جهاز كمبيوتر ومفكر شخصية بمعايير من الجيل الثالث. في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون وتجار التجزئة من ارتفاع أسعار مادة البطاطا التي تعتبر المادة الأساسية والتي يعتمد عليها الكثير من العائلات المحدودة الدخل لسد حاجيات أفرادها من الغذاء، يشكو الفلاحون من منتجي شعبة البطاطا بنوعيها من صعوبة في تسويق منتوج البطاطا بسبب توفر كميات كبيرة منه مخزنة في غرف. والمزيد في تقرير ياسين باباسي. شكل فائض إنتاج مادة البطاطا لهذا الموسم مقابل صعوبة التسويق ونقص غرف التبريد في بعض المناطق هاجس العديد من الفلاحين من منتجي شعبة البطاطا، ما يهدد منتجي هذه المادة الأساسية بنوعيها البيضاء والحمراء بخسائر كبيرة. احنا اليوم كان إنتاج قوي اللي أبهرنا احنا بنفسنا كفلاحين، اليوم وسائل تاع الاستيعاب يعني لي زونتربو غرف التبريد اللي عندنا كلهم راه متعمرين، زاد الحق علينا البصل. اليوم الفلاحين رانا نفرغوا في البطاطا نخرجوها للبيع باثمان باي ثمن، يعني من اجل باش نعمروا البصل. احنا رانا خايفين الى هذا الانتاج اللي راه اليوم يلحق لنا المنتوج اللي راه جاي، لانه احنا في ولايه عين دفله ما يخفاش عليكم عندنا قاعدين المخازن تاع التبريد متعمره، وزاد رانا تجاوزنا 9000 هكتار اللي راهي في الارض، و9000 هكتار نبداو نقلعوا فيها في ديسمبر. المنظمة الوطنية لاتحاد الفلاحين الجزائريين من جانبها دعت المصالح المعنية لتوفير غرف التبريد من أجل المحافظة على المنتوج وحمايته من الكساد والتلف ومن ثم تسويقه خارج الفصل الموسمي. انظروا إلى ما وقع في البطاطا السنة هذه، لأنها الآن مرحلة صعيبة على الفلاحين باش ما يقدروش يعاودوا يخدموا الخدمة تاع البطاطا اليوم 4 دينارات و5 دينارات وهي موجودة في الأسواق وموجودة في المخازن وموجودة في المزارع، وما لقيناش من هو اللي يخدم البطاطا ومن هو اللي يقلع البطاطا. ما ترعى الأولويات في مادة الحديد، في مادة الأسمنت، في مادة الاستثمارات الأخرى، يجب أنها تعطي أولوية الأولويات للقطاع الفلاحة. ورغم الفائض المسجل في منتوج البطاطا لهذه السنة، ما زلنا نرى تذبذبا في أسعارها في الأسواق والمحلات التجارية في كل موسم. إذن عودة لأخبار حجاجنا، إذن حيث سجلت وفاة أخرى في وسط حجاجنا الميامين، ويتعلق الأمر بحاج ينحدر من منطقة خراطة يبلغ من العمر 60 سنة، ليرتفع إذن عدد الحجاج الذين لقوا نحبهم هناك بالبقاع المقدسة إلى 14 حاجا هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون.
في شأن آخر، كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي حافظ شكري في تصريح خاص لتلفزيون النهار أن معدل تكلفة تحويل الجزائريين المصابين بالأمراض المزمنة للعلاج بالخارج يزيد عن 7 ملايير دينار جزائرية. ياسين باباسي رصد التصريح التالي. يعني التكلفة تكون تختلف من سنة إلى سنة، إنما معدل التحويلات يبلغ 7 ملايير دينار جزائري، بالإضافة إلى سكون أبل لو فورفو أوبيتو كي أنويال ومحدد بقانون المالية الذي هو ب 50 مليار دينار جزائري إعانة القطاع للمؤسسات الاستشفائية الجزائرية. بالإضافة إلى التعاقد مع عدة اختصاصات على مستوى الخواص. إلى محلياتنا، حيث يعاني سكان حي بن عاشور بولاية البليدة ظروفا اجتماعية صعبة منذ انهيار مساكنهم جراء انجراف التربة وكد انعدام قنوات صرف المياه واهتراء الطرقات. المواطنون يطالبون السلطات المعنية التدخل العاجل لتسوية وضعياتهم الصعبة. تقرير الزميلة نسيمة الوفي. يشتكي سكان حي بن عاشور الذي لا يبعد عن مقر الولاية البليدة إلا ببضع كيلومترات من الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها بحي تنعدم فيه أبسط ضروريات الحياة. احنا الناس اللي مضرورين هنا رانا عندنا مدة 7 أشهر مازال طايل علينا الحال، مازال ما بان لنا حتى أخبر. وراك تشوفي كل حاجة، راك تشوفي فيها بعينيك. هذا الشيء اللي نقدر نقوله أنا. منازل منهارة وأخرى تهدد حياة سكان يعانون الأمرين، انعدام قنوات صرف المياه، طرق غير معبدة، أضيف إلى ذلك مشكل توزيع الكهرباء. احنا غلقونا طريق، هذه الطريق هذه تاع بن عاشور ما خدمتش ملي ربي سبحانه خلق الكون هذا، حتى لل 2013 ما زالت هكاك. دوك راكم تشوفوا، دوك تهبطوا معاها نوريكم كل شيء، وين راهي الطريق هذه وكيفاش طاحت. 11 دار كاينه 22 عائله، ماشي 11 دار برك. دوك على المشكل تاعنا، اتصلنا بالسلطات، هذو السلطات هذو ما دار والو. مخاوف وتساؤلات عديده يطرحها السكان بدموع محرقه، وهم يناشدون السلطات المحليه التدخل قبل ان يحدث ما لا تحمد عقباه. انا عايشين عيشه تاع خوف، نهار اللي تكون الشتاء والريح ما كاينش اللي يقدر يقعد في الدار هذه يكون ساعه، بصح حنا قاعدين نستنى في رحمه ربي. اما السلطات جات وشافت بصح ما عطاتنا حتى غير صبر يصبر ربي يفرج ربي يفرج. حنا رانا عايشين 6، بابا عنده السكر، يدير 2 انسولين، كيفاش تحبيه يعيش في دار كيما هذه؟ هي تطلعات وأمال في مساكن لائقة يضعها سكان حي بن عاشور على طاولة السلطات المحلية بانتظار التفاتة إلى معاناتهم المستمرة. من ولاية البليدة إلى تيارت، حيث لا يزال آلاف القاطنين بالحي الشعبي حطاب أحمد والمعروف بحي شعبة عربية بمدينة فرندا يعيشون معاناة لسنوات أمام انعدام التهيئة الحضرية واهتراء الطرقات التي جعلت الناقلين يمتنعون عن الدخول إلى الحي أو يرفعون التسعير إلى أثمان باهظة يقوى على تسديدها المواطن البسيط. يضاف إلى ذلك انتشار السكنات الهشة وسط الشعب تغطية لديار بن داود. الحي هذا ملي نحق له راه كيما هكا الغرشة كل شيء، الدراري ما يروحوش يقراو، راه غرسة هنا ورانا نطلبوا من السلطة هذه تشوف فينا وتخدم لنا طريق. هذا الحي ها وين واعدوا شحال من خطرة باه يخدموا لها طابي، ما يخدموا لها لا طابي لا طريق لا والو. عندنا الغرسة في البلاد هذه هي وينها، يعني كي تطيح المطر هذه ما تسلكش معاه بالمطر هذه هي. الزنق ما كان لا تتوارات، لا الماء ثاني قليل وين يجينا الماء. الماء نقول احنا يجي بصح ما يجيش، نقول احنا في الوقت تاعه المناسب. والطريق راه هذا عندنا ونطلبوا من السلطات المحليه هذه وين تشوف فيها هذا الحي هاوي. راهم يواعدونا، راهم ثلاثه تاع المير ولا اربعه واعدونا ومازالوا راهم هادين. احنا رانا نخمو ضرب وكير على الدراري كي تلحق المشتبه نشرو لهم البوط، ما ينجمش يمشي بالصباط ولا يمشي باديداس ولا اللي ما دارش البوط ما يروحش للمدرسه. وبخنشله نظم ابناء وارامل الشهداء والمجاهدين تجمعا أمام مقر المكتب الولائي لجمعية خط نوفمبر قبل أن يقرروا الاعتصام لبضع ساعات أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية، تعبيرا عما وصفوه سياسة التهميش والإقصاء من أبسط الحقوق المشروعة كمواطنين جزائريين.
والتي انتهجتها السلطات المحلية بعدم تمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي. المحتجون نددوا بإقصائهم على الرغم من ظروفهم الاجتماعية المزرية وافتقارهم إلى سكن لائق يحفظ كرامتهم. عمر عمري عاد لنا بالتالي. عمرانين تعيش في الخلاء من دار لدار سامي والله لا تتذكر راني كري 7 سنين وانا قاعد راني اليوم راه 15 سنه وانا كري اليوم راني نتاش درك بعد راه خرجني مولك راني في السخا 15 ما ديت سكنه خلاص ما انا نتضخمت مع وزير التحقيق يشوفنا المشاكل نتاع انا اضطرينا في ولايه خنجره ومحقورين في ولايه خنجره وواحد ما يشوفنا ولايه تحقيق اليوم كي ندخل البيرو نقولوا ورتاحي راه يخرجني برا يقول لي خرج عليا يطيشني ما حقرني ديري كي نقول له ولد شاهد يحقرني يطيشني كي نقول له ولد قوم يعطي لي كرتي يقول لي بعد. اختطف منحرفون فتاة تبلغ من العمر 16 سنة وتقيم بقرية بربيسة عشية يوم الأحد عند توجهها من أجل التسجيل المدرسي بالثانوية الجديدة الموجودة على مستوى حي بنيامين بأعالي مدينة القليعة. الفتاة عثرت عليها مصالح ودرك الوطني لشعيب الأحد على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي شعيب والقليعة ليكشف الفحص الطبي تعرضها للاغتصاب. وعلى خلفية هذا الحادث الشنيع احتج أولياء تلاميذ ثانوية محمد زباك لبلدية الشعيبة وثانوية صديق بن يحيى ومطقنة سيدي علي مبارك بمدينة القليعة أمام الثانوية الجديدة، كما قاموا كذلك بالاعتصام أمام مبنى مديرية التربية على قرار تحويل أبنائهم إلى الثانوية الجديدة المتواجدة بحي بنيامين الذي يبعد بحوالي 6 كيلومتر عن مقر بلدية القليعة مبدين تخوفهم على بناتهن من الاعتداءات. عالجت الثلاثاء محكمة الشراقة بالعاصمة قضية ضرب الأصول والجرح العمدي الذي ارتكبها مسبوق قضائيا في حق والدته وشقيقتيها حيث انهال عليهن ضربا مسببا لهن عجزا طبيا لمدة أسبوع. المزيد في ميكروفون الزميلة آمنة خليل. أقدم مسبوق قضائيا في قضايا ضرب الأصول على الاعتداء بسلاح أبيض على أمه وإخوتيه حيث سبب لهن عجزا طبيا لمدة أسبوع. تتراوح حيثية القضية إلى الأسبوع المنصرم أين أقدم الشاب بفعلته ليتم إيداع شكوى ضده إلى محكمة الشراقة حيث طلب الاستفادة ببراءة إلا أن وكيل العام التمس ضده 5 سنوات سجن نافذة مع غرامة مالية. ومن ضمن أغرب القضايا التي تنظر إذن فيها محكمة بير مراد رايس تلك التي فتحت الثلاثاء وتتعلق بثلاثيني يبدو في كامل قواه العقلية ضبط بحوزته سكينا وصرح أمام هيئة المحكمة أنه يحمله لأنه المهدي المنتظر جاء ليقتل به المسيح الدجال كما قال. حسب زعمه إذن هي قضية فريدة من نوعها يقولها حسام الدين لشهب الذي حضر المحاكمة. امتثل اليوم شاب في الثلاثينات من العمر أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بمواجهة تهمة حمل سلاح أبيض دون سبب شرعي. الغريب في القضية أن المتهم الذي بدا في كامل قواه العقلية فاجأ رئيس الجلسة وأدهش الحضور بتبرير فعلته كونه المهدي المنتظر جاء إلى العاصمة لقتل المسيح الدجال. المتهم أكد أن ثمة شيء يدفعه إلى ذلك تصريح دفع بالقاضي إلى إحالة المتهم إلى مصلحة الأمراض العقلية لإجراء الفحوصات على أن ينطق بالحكم يوم الأحد المقبل. كان معكم حسام الدين لشهب من تلفزيون النهار من أمام محكمة بئر مراد رايس. أمنيا دائما تمكنت مصالح والشرطة القضائية لمقاطعة حسين داي تمكنت من توقيف عصابة تتكون من 8 أشخاص مختصة في سرقة الخزائن الفولاذية والتي تورطت هذه المرة في سرقة أحد الخزائن الحديدية التي تحتوي على مبلغ معتبر يقدر بملياري